بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن 8.4 في شابتر سوليد جيومتري يتحدث عن سيلندرز اند كونز، يعني تحدث عن الاسطوانات والمخروطات، عن الاسطوانة والمخروط. في البداية نريد تعريف رايت سيركولر سيلندر. السيلندر بشكل عام هي عبارة عن مجسم يتكون من وصل دائرتين متطابقتين في مستويين متوازيين. إذا الجسم الذي يتكون من وصل دائرتين متطابقتين في مستويين متوازيين تسمى سيلندر. ونحن نتكلم فقط في هذا السكشن عن رايت سيركولر سيلندر. الرايت سيركولر سيلندر بتكون الاسطوانة قائمة، بمعنى أن الخط الواصل بين مركزي القاعدتين يكون عموديا على القاعدتين. هذا الخط ويسمى الهايت أو التيتيود اللي هو الارتفاع، بيكون عمودي على القاعدة السفلية، أيضا عمودي على القاعدة العلوية. فبالتالي تختلف السيلندر عن البريزم في أن قاعدة البريزم بتكون مضلع بوليجون، أما بالنسبة لقاعدتي الاسطوانة تكون دائرتين. طبعا بدنا نعرف كيف نحسب المساحة الجانبية والمساحة السطحية وحجم الاسطوانة. فكرة حساب المساحة الجانبية للاسطوانة هي أنه افرض أنه هذه علبة مكونة من صفيح وليس لها قاعدتان، فنقطع هذا الصفيح بشكل عمودي بمقص ثم نسطح الصفيحة الناتجة فنحصل على هذا الشكل اللي هو مستطيل. هذا كانت الاسطوانة قائمة، أما إذا كانت الاسطوانة غير قائمة فنحصل على متوازي أضلاع. إذا هنا لما يكون القطع عدل وقائم فنحصل على مستطيل. طول هذا المستطيل هو محيط الدائرة، أما عرض هذا المستطيل فهو ارتفاع الاسطوانة. فبالتالي المساحة الجانبية أو lateral area of the cylinder هي 2 باي آر ضرب H. إذا هنا النظرية تقول إنه lateral area of a right circular cylinder is given by this formula. LA اللي هي lateral area equals 2 باي آر ضرب H اللي هي محيط قاعدة الاسطوانة ضرب ارتفاع الاسطوانة، والR هو نصف قطر قاعدة الاسطوانة. أما بالنسبة للمساحة السطحية اللي هو surface area فنضيف للlateral area مساحتي القاعدتين. مساحة القاعدة لأنها دائرة نصف قطرها R بتساوي باي في R squared، فالقاعدتان مساحتهما تساوي 2 باي R square، فنضيفه للlateral area اللي هو 2 باي R في H بتعطينا هذه surface area كما هو واضح هنا. هذه بتقولنا بالضبط اللي هو right cylinder circular lateral area والsurface area، بوضح لنا إياها بهذا الشكل. أما بالنسبة للرايت بريزم فإله مساحة عشان تسهل عملية الحفظ، المقارنة أحيانا تساعد على حفظ المعادلات. بالنسبة للمثال الأمثلة كلها سهلة وبسيطة، فبقول find to the nearest square foot the surface area of a cylinder with radius 7 feet and height 9 feet. يعني نصف قطر قاعدة الاسطوانة بيساوي 7 أقدام وارتفاع الاسطوانة بيساوي 9 أقدام، فما هي surface area؟ surface area تساوي 2 باي R في H زائد 2 باي R سكوير. بنعوض تعويض مباشر، R بتساوي 7 اللي هو هذا طبعا معطينا إياه هنا radius، والهايت بتساوي 9، فبنعوض تعويض مباشر تطلع تقريبا 704 قدم مربع. بالنسبة للمثال الثاني فبقول إنه بدهم يعملوا تانك للماء على شكل اسطوانة. The outside and top of the cylinder water tank are to be painted. وبدهم يدهنوا جوانب الاسطوانة سطحها الجانبي، والمراد دهن هذا التانك أو هذه الاسطوانة من الخارج ومن الأعلى بدون دهان القاعدة السفلية. فبقول the tank has radius 3 meter يعني 3 أمتار، نصف قطر التانك أو قاعدة التانك بتساوي 3 متر والهايت بتساوي 8 متر. فبقول approximately how many liters of paint will be required
if a letter covers 8 m squared. يعني لو فرضنا انه اللتر البوية او الدهان يغطي 8 متر مربع، فكم لتر من الدهان يحتاج هذا التانك؟ فقلت find the lateral area. اول حاجة نحسب 2 باي r في h، ويساوي 2 باي في 3 في 8 حسب ما هو معطينا نصف القطر والارتفاع، فبيطلع 48 باي. بعدين بقول to find the area of the top، فبدنا نحسب مساحة القاعدة العلوية وتساوي باي ار سكوير، الار بتساوي 3 فبتطلع 9 باي. فبالتالي المساحة المطلوب دهانها هي 48 باي زائد 9 باي وتساوي 57 باي. فبقول to find the number of the letters، نقسم المساحة على 8 لأنه كل لتر بدهن 8 متر مربع، فبيطلع 22.4 من عشرة لترز. فعشان بدنا نقرب إلى أعلى حتى تكفي البوية أو الدهان أو الطلاء، فبنقربها إلى 23 لتر. أما بالنسبة للفوليوم of the cylinder فهو زي البريزم، تصور إنه في بريزم أو منشور داخل هذه الإسطوانة، فكل ما بنزود عدد أضلاع قاعدة البريزم كل ما بصير حجمها قريب من حجم الإسطوانة. فبالتالي الاستناد إلى هذا الكلام فنقول إن حجم الإسطوانة بيساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، وتساوي باي آر سكويرد تايمز إتش. وهنا مثال على هذا الكلام، فبقول a can of blueberry pie، يعني نتكلم عن نوع من أنواع المربى يستخدم لصناعة الفطائر. فبقول a can، العلبة هذه has diameter 3 inches، يعني قطرها، هذه العلبة قطرها 3 إنشات، طبعا هي على شكل اسطوانة، and height 4.5 inches، وارتفاعها بساوي 4.5 inch. فبقول how many cans of filling are needed to fill 9 inch diameter pan، يفرض انه في عنا وعاء قطره بيساوي 9 انش وارتفاعه 1 انش، يعني اسطوانة اخرى كبيرة قطر قاعدتها بيساوي 9 انش وارتفاعها بيساوي 1 انش، فقديشنا نحتاج حتى نملأ هذا الوعاء. First find the volume of pie filling in one can، العلبة قديش فيها filling، فنحسب حجمها V بتساوي pi r squared في h pi في 1.5، لأن هذا القطر، فنص القطر بيساوي 1.5 تربيع ضرب 4.5 ويساوي 10.125 باي. أما بالنسبة للفوليوم تبع الوعاء هذا الكبير، فبرضه بنحسب بنفس الطريقة بنفس القانون، لكن بتغير في نصف القطر، هان القطر بيساوي 9 فنصف القطر 4.5 والارتفاع هنا 1، فالفي الفوليوم تبع الوعاء الأكبر هذا بيساوي 20.25% باي. فبالتالي عشان تكفي كم علبة بيتسع هذا الوعاء الكبير لعلبتين، فبنقسم 20.25% باي على 10.125 باي، فبتساوي 2 كانز، فبنحتاج لعلبتين. وبالله التوفيق.